4. زيارة إلى فضيلة العلامة الشيخ معوض عوض إبراهيم بمناسبة بلوغه 105 سنة. الدكتور أسامة الأزهري كلمني من فترة عن الشيخ معوض عوض إبراهيم وقال لي إن هو وصل 105 سنة وإنه يجري التفكير في تكريم هذا العالم الجليل. والحقيقة فكرنا إن تشارك مؤسسة المسلمين الخيرية مع مؤسسات أخرى في حفل تكريم للعلامة الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم. وإمبارح شرفني الدكتور أسامة الأزهري بصحبته لزيارة العلامة الشيخ معوض عوض إبراهيم. الشيخ معوض عوض إبراهيم مواليد 1912، دلوقتي 105 سنة، متعه الله بالصحة والعافية، وبالتالي هو أكبر علماء الحديث سنا في العالم. وباعتبار مواليد سنة 1912 فقد شهد 4 ثورات: ثورة سعد زغلول سنة 19، وثورة 52، وثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو. الشيخ معوض صلى في المسجد الأقصى كتير جدا، وزار القدس كثيرا جدا قبل نشأة إسرائيل سنة 48. عنده ذكريات رائعة في زمن السلطان حسين كامل، قال لإحدى المجلات من قبل إن ده كان وقت كويس جدا، وقت السلطان حسين كامل، وقت الملك فؤاد الأول. هو من مواليد الدقهلية، من شربين، قرية كفر الترع الجديد شربين ده أهلية. اتعلم في دمياط، وبعد كده في طنطا، وبعد كده كلية أصول الدين في القاهرة، واشتغل واعظ في أسوان وفي بورسعيد وفي أماكن أخرى، وبعد كده بقى واعظ وأستاذ في أكتر من دولة. اليمن، كان مرافق للجيش المصري في حرب اليمن بتكليف من الشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله، وكمان درس في باكستان، في السعودية، في لبنان، في الأردن، في العراق، في الكويت، في البحرين، في دول كتيرة جدا حول العالم. الشيخ معوض عوض إبراهيم الذي يبلغ من العمر 105 سنة له مؤلفات كثيرة، مؤلفات لها مكانة كبيرة في الفكر والفقه وعلم الحديث، إنما كمان هو أديب رائع وله ديوان شهير من رحيق الإيمان. إنما المدهش إن اللي قدمه أدبيا وآمن به أدبيا هو المفكر العملاق عباس محمود العقاد. فالحقيقة زيارة الشيخ معوض عوض إبراهيم كانت زيارة رائعة، وكنا الحقيقة كلنا سعداء بأنه لا يزال متعه الله بالصحة والعافية بيحمل ذاكرة قوية. ألقى عدة قصائد وصحح لنا في النحو والبلاغة والصرف، وتحدث عن ذكريات سابقة، وتحدث في الفكر الإسلامي وفي علم الحديث في حضور عدد من تلاميذه وتلاميذ تلاميذ تلاميذه في الأزهر الشريف من مصر ومن جنوب إفريقيا، بحضور ابنه وبعض من أفراد العائلة. كل التحية والتقدير إلى فضيلة الشيخ معوض عوض إبراهيم بمناسبة بلوغه 105 سنة.